كانت واحد الحقبة يعني من الزمان كانت في الحقيقة هي نقدروا نقولوا عاصمة الصناعة التقليدية في المغرب. طبعا كاينين بعض المدن كفاس وصويرة مجموعة من المدن العتيقة والعريقة في المغرب، ولكن تالودا تحت هي كانت. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد عيتو مزيل، عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهاز تسمس، عضو ممثل للصناعة التقليدية لإقليم تالودا في الغرفة. حنا كنتواجد اليوم بالحفل الثقافي المنظم من طرف الجمعية المهنية الرذنة للحامين والحداد الفنية بتالودا بمناسبة الذكرى 16 لتأسيس الجمعية. الحفل تحت شعار الحرفي دعم ثقافية ورياضية من أجل ثقافة ورياضة في إطار الأنشطة اللي كتنظمها الجمعية. الجمعية كتحتفي بأربعة عناصر في ميدان الكتاب والرواية لمصطفى قناب لإصدار الرواية، والسي الحبيب بوسام في إطار ألعاب القوى اللي حتل الرتبة 40 في ماراثون مراكش، وكذلك تسيمي لبطل في التيكواندو اللي حصل على الميدالية النحاسية سنة 97 على الصعيد الوطني، والسي مشترك اللي كيعتبر أستاذ كذلك في الأي كيبيدو. هذا التتويج ديالهم كيجي بناء على موافقتهم بين الحرفة والرياضة. والجمعية كانت منو لها الزيار وكانت منو لها مسيرة موفقة، وكنشكرهم على الدعوة وشكرا. محمد كروم، أستاذ باحث روائي وقاص، عضو جمعية مبدعي ابن سليمان الرداني. حضرت هنا اليوم في إطار الاحتفاء الذي نظمته الجمعية المهنية للحامة والحداد الفنية بتارودانت، وخاصة الاحتفاء بالكاتب مصطفى القناب الذي أصدر روايته فرصة أخيرة، وهي رواية بوليسية والتي تعتبر الأولى من هذا الجنس بمدينة تارودانت، وهو جنس نادر كما تعرفون في المغرب. وجئت لكي أقدم هذا الأديب للجمهور الحاضر معنا بعد أن تم تقديم روايته في مناسبة أخرى، وإذ أحيي هذا الكاتب وأشد على يده بحرارة أهنئ الجمعية على هذا الاحتفاء المتميز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحبيب الداعي رئيس الجمعية المهنية الردانية للحامي والحداد الفنية بتارودانت، بالذكرى 16 تأسيس الجمعية ارتأت الجمعية باش دير هذا النشاط ديال الثقافي، وتكرم بعد الصناع التقليديين أبدعوا في الثقافة وفي الرياضة. والجمعية المهنية الردانية للحامي والحداد الفنية كتساعد كل مهني بغى يدير إبداع في مجال آخر من غير المهنيين ومن غير الحرفة، وكنشكروا جميع اللي ساهم معنا في هذا الحفل، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. رحمة وقاري، إطار بمديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين بالصناعة التقليدية. تواجدي بمدينة تارودانت هو في إطار واحد الورشة ديال التكوين في إطار الشراكة المبرمة مع منظمة اليونسكو التي تعتني بالتراث اللامادي. وبالصدفة كما يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد، أننا صادفنا هذا الاحتفال ديال الجمعية جمعية الحامين احتفالا بالمبدعين الحرفيين، وكانت فرصة جميلة جدا تعرفنا من خلالها عن بعض الحرفيين الذين يمارسون حرفة إما الحدادة أو النجارة أو غيرها، ولكن في نفس الوقت يبدعون. منهم من يبدع في الرياضة، منهم من هو مبدع كألف كتاب أظن يتعلق بسيرته الذاتية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الحرفي ليس هو ذلك المواطن المهمش بل هو المواطن الفنان، لأن أصلا الحرفي في حرفته يبدع، وبتميزه في بعض المجالات كالرياضة وكالثقافة فهو يضيف إبداعا ورقيا لإبداعه. أتمنى أن المرة المقبلة أن يتم الاعتناء بمبدعات، وأكيد أن هناك مبدعات ومبدعين في أصناف أخرى كالرسم كالنحت وغيره من الفنون. بالتوفيق للجمعية والاستمرار في عملها، وتحية عالية وتثمينا عاليا لعمل الحرفيين بإقليم تارودانت. قلنا مصطفى حرفي مهني حداد. أولا كنشكر الجمعية المهنية للحامي والحداد الفنية بتارودانت على هذه الالتفاتة الجميلة والتي ستترك صدى في قلبي. تحية للمنظمين، تحية لمندوبية الثقافة بتارودانت. صراحة
أشكر الجميع، كنهني الإخوة المكرمين الآخرين اللي تكرموا بدورهم في المجال الرياضي. هذه البادرة هذه بادرة مزيانة، وكنتمناو أن الشباب يحاول يعطي ما عنده. بصراحة كنشكر الجميع، شكرا لكم أيضا، تحياتي.